وصل الان السيد الرئيس الى مقر اقامتي في مقر الضيافه التابع للبيت الابيض، ليس في يعني كما كان متعودين في فنادق في الولايات المتحده الامريكيه، انما في مقر الضيافه الرسميه للبيت الابيض للرئاسه الامريكيه للولايات المتحده. وصل الرئيس الان ويعني الى مقر اقامتي، وكما ترى الجاليه اعضاء الجاليه والاعلاميين والوفد الاعلامي الجميع هنا في كان في استقبال السيد الرئيس. وصل السيد الرئيس و بتبدا الزياره يعني بعد قليل. مين الوفد المرافق للرئيس السيسي يا نشأ؟ وزير الخارجيه الامريكي. وزير خارجيه انا لم يعني المح الا وزير خارجيه، و هو الذي رايته في الصوره ومدير مكتب الرئيس والمشار والمتحدث الرسمي. يعني ساتابعك في اعضاء الوفد المرافق للسيد الرئيس خلال دقائق عمر. وزي ما انت قلت لنا نشأت النهارده الزياره الرسميه هتبدا النهارده، اللقاء الهام اللي هيجمع الرئيس السيسي مع وزير الخارجيه الامريكي مايك في تمام الخامسه مونتي. بتوقيت واشنطن. في تمام الساعة الخامسة بتوقيت واشنطن سيكون هناك اللقاء مع وزير الخارجية الأمريكي، وهذا اللقاء يعني سيتم إصدار بيانات رسمية، لكن ما لم يتم إصداره هو كما قلت لك في الرسالة السابقة بأنه بيعول كثيرا على لقاء الرئيس مع بومبيو في بعض المسائل التي يمكن أن يتم يعني تدوير الزوايا فيها في تصريحات أو قرارات أصدرها ترامب، وهذا هو الأهم عمر في ما بين سطور هذه الزيارة. مرة تانية أنا بشكرك، شكرا جزيلا. احنا بنتابع زيارة الرئيس السيسي مع زميلي نشأت الديهي لحظة بلحظة من العاصمة واشنطن. كان نشأت الآن من مقر إقامة الرئيس في العاصمة الأمريكية. زي ما قلنا لحضراتكم الرئيس وصل لقاعدة أندروز الجوية من حوالي ما يقرب الساعة، وصل الآن إلى مقر الإقامة، ونشأت من أمام مقر الإقامة ومعه بعض أعضاء الجالية المصرية اللي جم من مختلف الولايات الأمريكية للترحيب ولاستقبال الرئيس السيسي. هنتابع مع نشأة بالتأكيد فيما يستجد اليوم من مباحثات ومن لقاءات يجريها الرئيس النهاردة، وأهمها طبعا لقائه مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية.